السلام عليكم، تحية طيبة في هذا العام الجديد اللي راح نعطي لكم أحسن طريقة وأحسن طريقة للوصول إلى أحكام التجنس. طبعا كاين قوائم لأشخاص المجنسين عن طريق شكون أبيل عن طريق أحكام التجنس، محطوطين دي ليست كما يقولوا دي زانديجيان ناتوراليزي بار لا لوا دو 4 فيفري 1919. كاين دي ليست اللي تحدثت عليهم سابقا ولا دي ليفر دي بيرسون ناتوراليزي بار جوجمون، سي دي ليفر مخدومين ووضحتهم في اعداد سابقه. كاين ايضا دي ليست دي بيرسون كيما نقولوا ناتوراليزي بار شكون ابل بار ميتي، لي ليست ولا وين داروا كيما نقولوا لي ميتي ولا لي بيرسون ناتوراليزي بارابور ا لور ترافاي. ولكن انا شخصيا بعد الخبره تاعي، بعد الخبره الكبيره تاعي، احسن طريقه، لان احكام التجنس كاين اشكال فيهم. من داك يقول لك راهم مثلا تاع الغرب، يقول لك راهم في وهران كاع، الناس كاع تروح التريبينال تاع وهران ما تلقاش، تاع الوسط الناس كاع تروح التريبينال تاع الجي ما تلقاش، تاع الغرب الناس كاع تروح التريبينال تاع قسنطينة وما تلقاش. ولكن كاين طريقه لمعرفه واش من كيما يقول واش من التريبينال وين دار التجنس في حتما اذا كان جنس، ولا ربما ما يحبوش يقولوا لكم في الجزائر، ولا ربما ما يفتحوش عليكم الابواب. ولكن جابوا نسخ للرسائل المتبادله بين الغوفرنور ولي بريفي، سكو كل ما بعث الغوفرنور انا ذاك لي بريفي دائما يحط واش من محكمه وين دار التجنيس تاعو، احسن طريقه للوصول بطريقه سهله. في هذا العدد نعطي لكم ثلاث امثله لهذه الرسائل، وكيفاه يعني هذه الرسائل تعطينا السهولة التامة للوصول إلى المحكمة وين نقدروا نلقاو الملف. يلا معايا نشوفوا هذه الرسائل ومن بعد نعود نولي ونوضح لكم نقاط أخرى مع بعض. دونك هذو هما الرسائل اللي بعثهم الغوفرنور كما راكم تشوفوا، نكبرها le gouverneur général de l'Algérie à monsieur le préfet. خدينا هذه الرساله كمثال. هذه الرساله تتحدث على دريس دونك مخفي بن محمد، قال لك ني لو 23 ديسمبر 1902 كما راكم تشوفوا. وهنا كما يقول لك يسهل لك سولدا واش كان خدام سولدا وين زايد وقته زايد، يعني يسهلك مباشرة المعلومة. ولكن أكثر أهمية هو مكان وين قدم الجنسية الفرنسية ولا وين قدم. أنا يقولك أديبوزي على لا جوستيس دو بي دو كوتون دو سيدي بلعباس. صحاب سيدي بلعباس كاع راهم يروحوا إلى أين؟ إلى وهران ويحوسوا على أحكام التجنس في وهران ما يلقاو والو. ولكن لا بلوبار اللي كانوا في بلعباس كانت هنالك محكمة، دونك سا سيرا ريان تروح كيما يقولوا لوهران، تبدا بالعباس تو دابور، تبدا في بالعباس لان الملف تم ايداعه في منطقه في محكمه بالعباس. ناخذ هذه الرساله ايضا بعثها للغوفرنور جينيرال ام مسيو لو بريفي دورو مثلا، خذيت ميمون عبد القادر، قال لك هنا ا ديبوزي على لا جوستيس دو بي دو كوتون د عمي موسى. عمي موسى بلديه كانت ولا دروك دايره في الوقت هذا، في وقت فرنسا كان فيها جوستيس دو بي، كانت محكمه، والسيد هذا دموندا في عمي موسى، وفي عمو موسى كانت دروك حاليا مثلا تبع المستغانم، دونك كانت تبع لارونديسمون دو مستغانم، دونك تقدروا تلقاو في عمي موسى، تقدروا تلقاو في مستغانم، كيما تقدروا تلقاو في وران. كيف يدير يسهل لك البحث، يسهل لك حقيقه البحث. بار اكزومبل هذا قال لك اورون ويست كيما هذا ديبوزا في وهران مباشرة، دونك تحوسوا على المحكمة اللي متواجدة في وهران تقدروا تلقاو الملف هذا. كيما هذا مثلا راه في تيارت، دونك حنا الناس تاع تيارت كاع راهم يديبوزي ولا يحوسوا على الدوكري ديالهم وين؟ في وهران. يقول تيارت كانت تابعة لوهران، ولكن في كي قرينا ولا كي توغلنا في ملفات ولا رسائل اللي بعثهم للغوفرنور جينيرال دلاجيري امسيو بريفي ديبارتمون دورو، هنا يحدد له يقول لك ديبوزي في كوتون دو تيارت، معناتها جوستيس دو بي تاع تيارت، معناتها تيارت تقدر تلقى الملف كما تلقاه في وهران. لقيت طبعا مثلا تاع بويره، لا جوستيس بويره حاليا الناس كاع تحوس في تيزي وزو ولا تحوس اون جينيرال صحاب بويره يحوسوا في الجي. ولكن كما بويره انا شخصيا لقيت الليتر تاع الغوفرنور وين ديبوزو الناس في التربينا تاع بويره، كما
كما يقولوا كما شكون ابل مايو كما كاين بزاف بلديات يحطوا لي دوسي تاعهم في البويرة ومن بعد يديروا الدوسي كما يقولوا يبعثوا الدوسي الى تيزي وزوم تيزي وزوم يجيبوا يبعثوه الى الجزائر كيف يدير صاحب البويرة يقدر يلقى الدوسي تاع جوجمون في تيزي وزوم يقدر يلقى في تيزي وزوم في البويرة وفي الجي ايضا لاحظت في بجايه بجايه بزاف لي ديبوزا في لا جوستيس تاع بجايه جوستيس دو بي دو بوجي دونك تقدروا تلقاو الدوسي في بجايه تقدروا تلقاو في ستيف بما انه بجايه كانت ديبارتمون تاع ستيف كما تقدروا تلقاو ايضا في قسنطينة علاه باسكو لقيت المعلومات في الليتر ولا هذو لي كوري اللي بعثهم شكون ابل الغوفرنور كيما صحاب جيجل كانوا تابعين كيما يقولوا كيما الطاهر كان تبع جيجل ولكن تقدروا تلقاو في جيجل تقدروا تلقاو في بجايات لان جيجل كانت تبع البجايه وبجايه كانت تبع القسنطينه دونك تقدروا تلقاو في جيجل في بجايه ولا في قسنطينه ايضا نفس الشيء العنابه تقدر تلقى في بون تقدر تلقى في قسنطينه لان بون كانت ايضا محكمه والى غير ذلك دونك نتوما حوصوا في هذه القوائم سي امبورطون سي امبورطون خاوتي باسكو انا شخصيا كما يقولوا تلاقيت هذه المعلومات واش نقول خاوتي على كل حال هذه نوع من انواع اللي كما يقولوا حنا رانا نخدموا فيهم ولفنا نخدموا فيهم ونتائج جابوا نتائج بزاف ايجابيه ايضا نعطيكم مثلا على سبيل المثال هذا تاع سيدي بلعباس سيدي بلعباس ايضا كان تبع وهران بصح تقدروا تلقاو في لاجوستيس تاع سيدي بلعباس كما تقدروا تلقاو في وهران ولذلك سي تريز امبورطون تروحوا الى قوائم ولا الى وثائق ليرسلهم واظن في فيديو سابق قدمت لكم طريقه تنظيم هذه الوثائق تاع الغوفرنور جينيرال دالجيري كيف راه منظمين في مصالح الارشيف مي لازم تروحوا تحوسوا عليهم سينو منا على كل حال تلقاو التاريخ يسهلك الامور اسكو جدك ماشي جدك تلقى مكان الازدياد وزيد تلقى وين ديبوزا لو دوسي اللي حب يكلفنا ابوابنا دائما قلناها ابوابنا دائما مفتوحه يقدر يتواصل هذه الايام على كل حال انا رايح ندير دي كونسلطاسيون ناجيري دونك اللي حاب يكلفني يا با سوسي يقدر يتواصل على الرقم في الجزائر اللي تساعدوا في الجزائر العاصمه 0541-686-34 او 0661-56-0682 كما راهي واضحه في الشاشه كما اللي تساعدوا بجايه مرحبا به 0557-96-94-23 او الرقم 0544-25-83-58 اللي حاب يكلفنا مباشرة أونلاين يعني يتواصل مباشرة ياخذ موعد معنا عبر الفايبر ولا الواتساب يقدر يتواصل على 0337-57-83-66 ولا 0337-56-86-60 أظن أنني وصلت إلى نهاية هذا العدد طبعا راح موديكم باسكو شاك فور كل ما نقدم معلومة تبرسلوا لي رسائل بزاف تقولوا لي وين جات الوثائق ولا المصالح وين نروحوا ما كاش ما ندركمش اللي حاب يكلفني ندير له لا ريشيرش اللي متدوني راح نستقبل في الجزائر تقدروا تواصلوا معايا تكلفوني ندير لكم لا ريشيرش اما اني نعطيكم ديريكت لاسوس وين تلقاو هاد الوثائق ما كاش اللي يقدر يوصل لهم يعني كاينين اللي وصلوا لهم على كل حال كاين اللي شاشور وصلوا لهم ولكن ليس الجميع ولذلك هاد الاسرار اللي تخليتهم لنفسي والمؤسسه تاعي نخدم بهم هذه هي 50 غالب ما نقدرش نمد كل شيء وين راهم كيف ديروا ما توصلوا لهم انا كلفت لي الوقت 20 سنه عمل ما قدرت نوصل لهاد المصالح دوك اليوم حبيت تكلفني ندير لك لا ريشيرش انا ما حبيتش تكلفني ما انت حر لا اشكال في ذلك بصح ما تستناش نعطيك وين جات هذه المصلحة نقول لكم تحية طيبة ونتلقوا في ساعة الخير